سيدنا إبراهيم أول ملاحظتنا عليه هو عودة الرسالات إلى العراق. قلنا في الحلقات السابقة أن العراق هو أول أرض وجد عليها البشر، فآدم كان في العراق. ما كان في الهند الشيخ؟ نعم نفسه الهند. لا كل حدثيات لا صحة، كل هذه إسرائيليات لا صحة لها. سيدنا آدم خلق على أرض العراق وعاش في غابة عظيمة وجنة مثمرة في ذلك المثلث العظيم الذي لا يزال مزهرا وعامرا إلى هذا اليوم بين بابل ونينوى وأربيل. هناك خانت جنته وهناك كانت تجربته الأولى، ولا يزال قبر أبنائه في الموصل في نينوى إدريس وشيت، وبقي جثمان سيدنا آدم في العراق إلى أن نقله نوح الذي بعث وولد في نفس المكان في الطوفان نقله إلى بيت المقدس. إذن بقيت الرسالات من آدم إلى سيدنا نوح في العراق. ثم كما رأينا بعد ذلك بسنوات طويلة انتقلت إلى ما تحدثنا عنه إلى شبه الجزيرة مع العقبة في الأردن حيث عاد وثمود. تعتبر هذه الرسالتان استثنائية من بين الرسالات الكبيرة، وإنما كانت هي نقلة بسيطة أو حلقة وصل بين نوح عليه السلام وبين إبراهيم الذي كان بينهما ما يقرب من 14 قرنا. إذن بعد 14 قرنا من سيدنا نوح وطوفانه في العراق أيضا جاء قصة سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء وخير الرحمن وأبو الفتيان وصاحب الشريعة التي امتدت إلى يومنا هذا، وكل الأنبياء الذين بعده والذين قبله لم يخرجوا عن رسالته ولا عن مبدأ توحيده بشكل الذي قصه القرآن الكريم علينا تماما. إذن نبدأ نقول بأن الأرض التي ولد فيها سيدنا إبراهيم كانت مملكة لرجل معروف في التاريخ جدا هو النمرود، والنمرود هذا أحد الناس الذين ملكوا الأرض، لم يقال ملك الأرض أربعة، اثنان مؤمنان واثنان كافران. المؤمنان سليمان بن داود ذو القرنين كان موحدين، والكافران النمرود ونبوخذ نصر وكلاهما من ملوك العراق الذين حكموا العالم كله. ونلاحظ المسافة نقرأ الآن من إبراهيم إلى ما بعد سيدنا إبراهيم بل من سيدنا نوح أن الحضارات كانت كرة تقذف ما بين الواديين وادي الرافدين ووادي النيل. ففي الرسالات والنبوات تنشأ في العراق وتبدأ في العراق وتختم في العراق لكي تنطلق من العراق لكي تصب حضارتها وتشريعاتها في الشام وفي وادي النيل. وده هم إبراهيم كما سفرتي لما نشأ في بابل في ميت سيام على إلعى طبعا سمى أور في أرام ساس أور ما تحظ حتى ساس أور وأور الانفجار لما فيها آثار قديمة ومسونة ويأخذوا السياح ويمحي الميت الذي ولد فيها سيدنا إبراهيم وهي في بابل. وسيدنا إبراهيم لما انتقل إلى مصر أيضا بنى مدينة سماها بابليون، كان في التوراة باسم بابليون، فبابل وبابليون فتتوأمين بينهما كان شاهد سيدنا إبراهيم تلك الرحلة الطويلة من بابل إلى نينوى إلى مكة إلى فلسطين إلى أن استقر في مصر لما تزوج بعد ذلك. إذا لا عجب إذا كانت سيدنا علي كرم الله وجهه ينقل من العاصمة الإسلامية إلى الكوفة ويتعلمها عاصمة العراق. هذا ستأتي أيضا أن العراق خصوصية عجيبة من حيث نشأة الحضارات. سيدنا إبراهيم لما أحرقه النمرود كما سوف نقصه لا نريد أن نسبق الحوادث لكن يوجد لما أحرقه النمرود كما سيأتي تفصيله ونجاه الله سبحانه وتعالى لهاجر هو وزوجته سارة وابن أخيه لوط هاجر من العراق وأراد أن يبني الله عليهم على العراق لازم. فكما في الأحاديث القدسية وهو حديث صحيح فبعث الله له جبريل وسيدنا جبريل كان مصاحبا لسيدنا إبراهيم للنهاية. كل حوار قال ربي ما ربك عجل جبريل ربي أرني ربي كذا ربي كذا فرح أن تلف جبريل عليه السلام.
فبعض الله جبريل قال جبريل يا إبراهيم ربك يقول لا تدع على أهل العراق الله الله فإني جعلت فيهم خزائن علمي وشعاديب رحمتي الله الله فعلا الحضارات كلها نشأت في العراق والعلم كله نشأ في العراق بواكيره ولو تتبعت آثار حضارة العالم لرأيت أن العراق هو كل حضارات الدنيا وكل علوم الأرض نشأت فيه ولكن تنطلق منه كنبتة مستوية أصير كفصيلة جيدة لكي تؤتي ثمارها في مكان آخر ولاحظ أيضا إلى هذا اليوم وهذا شيء عجيب أن العراق يمد العالم العربي والإسلامي بكثير من الكتاب والأدباء والمصلحين والشعراء بشكل والممثلين والفنانين في كل عالم لا تجد لهم أثرا في بلادهم كأثرهم في بلاد أخرى يعني مكون في بلادهم ينمو يعني يتشكل إما يعني رشة خفيفة لكي ينطلق إلى العالم فيفعل أفاعيل هذا من فجر التاريخ كل الأنبياء فعلوا هذا وهذا شيء عجيب لذلك يعني العقل العراقي كما يقول بعض يعني أنا مرة قرأت مذكرات نفسي أنا هذا هيجن تكلم عن الشخص الذي كان ينافسه على الرئاسة والذي لم يكن على وفاق مع إسرائيل فاتهم بتهمة وسجن 3 سنوات أثناء الانتخابات فلم يعني يتم له هذا فمن السجن أصدر سياسته فيما لو كان قد فاز بالنسبة بعد الثامن يقول على الشرق الأوسط يقول أن الحكومة ترى منكم يوم كيف أن أمريكا ستنفرد بالعالم وسوف يزول التحالفات يوم كيف مقررنا من خمسينات مقرر أن يزول التحالفات في التسعينات ثاني أحد يبدو العوبة وهناك قوة خفية فيفهم شو يقول أن من أراد أن يحكم العالم كأمريكا عليها أن تملك الشرق الأوسط وأن من أراد أن يملك الشرق الأوسط فإن عليه أن يملك العراق الله. فلا يمكن أن تحكم الدنيا إلا بأن تملك العراق وأنا تحدثت يعني سمعت عن أحد الذين فازوا الآن والآن أحد المسؤولين في أمريكا يقول نحن لا نريد أن نكسر جسر في العراق أو مدرسة هذا أمور لا تعنينا لأن نشر إلى هذا العقل العراقي كيف وصل إلى هذا الحد الذي فاجأنا فيه على الرغم من بالضبط من لك أن تعرف أنت في أصل عباس كل العلم الإسلامي بلغته وآدابه وفقه وتفسيره وكذا مشهور عذاب الكفار البتراء ولهذا لا يمكن لهذا البلد أن يموت بتراه قال أحد يعوقه المرة ذكر أحد الصحفيين الذي كان يقول نحن نعوقه 50 عاما يعني أن تنتهي أنت عطاءه ولهذا يعني ليس عجبا أن بداية بني آدم من آدم إلى شيث إلى إدريس إلى نوح إلى إبراهيم إلى يونس عليه السلام كل هذه الحضارات نشأت في العراق بشكل دقيق وكلها حملت سمة العراق من حيث قوة البطاقة هناك بدليل أن أي رسالة ذهبت خارج هذا المكان ليس لها نصر الدفاع صحيح ونصر فعالية لكن السمة الغالبة عليهم هي العقلانية سواء في الأنفسهم أو في فكرهم. العقلاني صح. بعض عقل جوال. لكن هذا له شقان. سلب وإيجاب. العراقي عقل جوال نعم. بس هذا العقل يؤدي إلى أحد الاثنين إما إلى إبداع العلم أو إلى شغب لا 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 متناهي. ولهذا اشترع فيهم الشغب والعلم. ما دام عقلك يعمل بهذه القوة فأنت صعب الانفراد، صعب الولاء، صعب الامتثال، صعب النظام ولكنك تبدأ. فعالم المبدع إلا وأصله عراقي يستمعوا فلا كل هذا الحصر لكن معظم المبدعين في التاريخ تقرأ اسمه يجع عراق حسب القرنين لما جاء العراق ونستمع هكذا إذن كون العراق تنشأ فيه رسالة ثم يبعث الله بها من العراق إلى مصر وإصلاح في التاريخ الإنساني المنافسة الحضارية قائمة بين وادي النيل ووادي الرافدين ولا وجود للعرب ولا للمسلمين بدون هذين الواديين ما دام هذان الواديان عامرين فالعرب والمسلمون بخلف فلهذا كتلاحظ الآن جهد عجيب لإضعاف هذين الواديين يعني أنها مات على مصر بإشاعات كما نقل يومين الصحف بعد أن أسكت العراق ولكنهم لم يسكت لا يزال صوته على الأصوات فهذه أمور علينا أن ندركها بحجمها لكي نعلم ما لك وما عليك
ولهذا المؤامرات على هذه الأمة تبدأ دائما في هاتين المنطقتين، إن انتصرت انتصر العرب جميعا، إن قويت وإن ضعفت ضعف العرب جميعا. جناحان لطائر واحد. جناحان لطائر واحد. نعم. يعني احنا الى من هذه السنين لا يمكن لواحد ان يبدا ان يدمر بالقاهره. يعني ستنشا جيش يقول عالم وفنان او شاعر ولا في عهد قريب. الى اليوم. نعم. الى اليوم اذا متنا بالقاهره ما تعرف كان كنت فنانا او عالما او شاعرا او اديبا، القاهره هي التي ترفعك. شكيب ارسلان وشكيب الله وغيره. الى يومنا هذا، الى يومنا هذا حتى هذا. نعم. يعني حتى الفنان العراقي اللي جابوه الشهر انا في مصر احنا بنزيد كما بلغني يعني يرعى هذا البرنامج ويزعمه يا والله كثيرين من الفنانين والفنانات يا الله. طيب يا سيدي احنا عزيز عندنا مشكله ان بعثه الانبياء جميعا تقريبا من كلهم يعني اخرهم حبايبنا كلهم دقيقين معظمهم بنفس الظروف ملك ظالم فرعون او النمرود او غيره يرى رؤيا بشعه يصير كهان يقوم بحيله بواحد يقضي عليك ثم يبدا يقتل الناس. الله يعني سيدنا عيسى هكذا جرى له، سيدنا يحيى هكذا جرى له، سيدنا زكريا هكذا جرى له، سيدنا موسى كما تعرف فرعون جرى له اخذوا قتلوا ابنائكم وسالوا نسائكم ها ثم هذا عيسى ما يفعل هذا الشيء. النمرود راى رؤيا كان ضوء الشمس طار فحجب ضوء الشمس بحيث لم يعد هناك شمس هو الذي سيطر عليها، وبعدين استغرب واستيقظ بفزع فشعر كهان الجار مثل المعبرين قال تعلم سوف يولد في مملكتك طفل هذا العام هو الذي يكون عليه هلاكك، وفعلا بدا يتربص وشاع الخبر هذا. جاء الكهان قال هذا الطفل موعود ولد اليوم حملت به امه اليوم ما ولد حملت به امه اليوم فبدا يتعاقب كل حامل فهذا فعل كما فعل سيدنا موسى وفعل هذا امه ام سيدنا ابراهيم اخفت هذا ثم لما جاء المخاض اخفت امر حتى عن زوجها تارس. طبعا ابو ابراهيم يسال من آزر آزر عمه بس القرآن الكريم يسمى العم آدم ومن تقليدهم هم يطلقون على آلهة كما هو على الأب والأب المسيحيين الأب والأب والقدس هم يطلقون على أن العم أو الرب. أيوه يعني أبرام إبراهيم وعمران عمران يعني بمعنى ذلك تطلق عليهم أب الرب وعم الرب وكل من خلال الآن أيضا كل شيخ مقدس وقال له يا عماه هم هكذا كانوا يقولون أيضا سوف أدلفي على تفسير هذا. فلما امرأة تارخ ام سيدنا ابراهيم ذهبت خارج المدينه تبع مملكه عامره مملكه يعني تحكم الدنيا يعني هذه في دم عمران كانت تحكم عاصمه الدنيا تحكم كل عالم النمري فلهذا يعني كانت عامره فذهبت خارج المدينه وولدته ووضعته بين مجموعه من القش فذهبت اخبار زوجها فجاء هو وزوجها جاءت هي وزوجها ثم وكان هناك مغاره كبيره جميله تبوها مرتبه هي صخريه مرتبه لامر منها فاخفوه في هذا ودقت ام ترعاه باليوم متى فهي تذهب تسرعه وخلوا عليها حمايه كبيره من الموانع اللي كان من الذئاب او ما ذئاب وما شابه ذلك عام كامل سيدنا ابراهيم في هذه المغاره امه ترعاه امه ترعاه وحينئذ رب العالمين بيقول لك اذا الله شيء حقق اسبابه رب العالمين لما سيدنا ابراهيم نزل في هالعام اعاده السنوات فلما تراه كما حدث ابن زاد ما بيش عنده سنه او غير سنوات بسمع اسمي من امه فلما رات لان الافعال هذا مخير هذا بدا من خطر لم يقل هو الذي يولد هذا العام قالوا يولد هذا العام هذا مش يولد هذا العام هذا ثلاث سنوات فاخذوا واظهروا ونجاه الله من القتل فيما هكذا العقاب خاصة بعد القتل العقاب يستنبط أن سيدنا إبراهيم ولد في عائلة دينية وهو كانت إبرام أو إبراهيم كان حبيب الله أو حبيب الرب حبيب الإله إذا إبرام حبيب الإله بعدين في النسق الإسلامي إبراهيم حبيب الله وليس حبيب الإله بالتوحيد هكذا. طيب يا سيدي سيدنا ابراهيم انا ما اعرف قال عليه قال وكذلك ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل
ثم العالم قال لما الله يصطفي من الملائكة الرسل اصطفاء. سيدنا إبراهيم اصطفاء الرسالة كما يكون كيكون خليل الرحمن وكي يكون أمر الرسالات وأمر الأنبياء. زين؟ والهذا من العالم صاغة صياغة عقلية هائلة. يعني عقل سيدنا إبراهيم متناسب مع البيئة التي خرج منها. وإلى اليوم حضارة بابل تملأ الدنيا. مثال الحضارة العالمية. سيدنا إبراهيم أما قال لقد أتينا إبراهيم رشدا. العقل الرشيد العقل الإنسان يبدو عقل واعي إذا كان مش مجنون يفهم هذا قلم وهذا مصحف وهذه ورقة هو يعني هذا عقل واعي ثم يبدأ يتركز عقل متدبر ويصبح عقل مفكر ثم يصبح عقلا رشيدا. العقل الرشيد أرقى أنواع العقول. العقل الذي لا يفهم النقص عقل كامل جوال متعلم فاحص يعني لا يمكن أن يقع بخطأ. فقال أليس منكم هو الرشيد؟ فرب العالمين لما ترى هذا منذ أن صار عمره 16 سنة بدأ يفكر بهذا. طبعا هو يبدو أن أباه مات بعد سنوات قليلة مثل فلسطين اللي كفل عمه عازر. عازر عمه كان نجارا يصنع الآلهة الخشبية يبيعها للناس يعملوه. من هذا نمرود هو طبعا عازر هو جعل مغلق على هذا الإله بنوي. بعدين سيدنا إبراهيم كان يعامل أبوه عمه هذا في صنع الآلهة. هذا نمرود جعل لكل شيء إله. إله الضوء إله الشمس إله الظل إله الليل إله النهار إله الفقر إله الخصر ويبقى على الناس طبعا والناس يشتري يصدق لهذا. سيدنا إبراهيم من أول يوم وهو شاب كلمة فتى في القرآن في اللغة العربية أطلع 15 سنة وهذا لما كسر في الأسماء قال سمعنا فتى يذكرهم وقالوا هذا بعد ذلك من النبي الله ومش عمره بشعري هذا عقليا قال أنت ما عمل التبادل وتعجبون فمن الحاجز يعني حاج أبو كما سألكوا بعد قليل سيدنا إبراهيم وهو يزعج كما في كان كسرها قليل فعمل الجسر يا من رزقنا قال يا عم هذا كلام فاضي بعد عاد سبعاد سيدنا إبراهيم سينخل قبل بعد قليل. أنا سيدنا إبراهيم وضع أصول كل شيء جميل في الدنيا. وضع أصول الدعوة الإسلامية إلى الله. وضع أصول البحث التجريبي. أصول المنهج البني الشكل والسليم فسر وزلق اليقين. وضع أصول الضيافة. كيف تكون؟ كله يسمى أبو القرى. وأبو القرى هو اللي بيختار القرى. فسيدنا إبراهيم في تصرفاته بعقله الراجح قبل أن تأتيه الرسالة. لأن الرسالة جاءت بعد ما هذا الحوار بينه وبين أبوه يا أبا سيدي ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ما قال له لأن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا فرده وراح هذا خاص صاع معه في غيره تعبان مثل رسالة في أمثال التيه هكذا. ولهذا سيدنا إبراهيم بعقله الرشيد هذا الحوار تم قبل الرسالة وقال وكذلك دير إبراهيم ملك السماوات والأرض أثر من آثار هذا الرشد هذا بالضبط آثار الرشد. نعم سيدنا فاضل معنا أحد الأخوة من الكويت انتظر من الفترة على الهواء تفضل أخوي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ يا دكتور أحمد يا محمد سوف يصل يا من حال يا دكتور نجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن برنامجكم هذا هو ساعة من النور الحقيقي بين 440 تريليون ساعة من الجهل والتجهيل أضاعتها على مجموع المشاهدين المسلمين العرب الأفلام والمسلمين المسلسلات في 30 عاما المنكرمة. وهذا اقتراح ساعد الصهاينة في اختراقهم لثقافتنا وثباتهم على أرضنا. لذلك نشكركم على النور الذي يغيثه هذا البرنامج إلى عقولنا. سورة الرحمن تضمنت جزءا كبيرا من قصة اليزيد التي بدأ البحث فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام. وأن كلمة الميزان في السورة في الآية السادسة والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغى في الميزان هي الإشارة الإلهية لحقيقة ومضمون العلم كله وتحذير الخالق جل وعلا من إنسان الطغيان في الميزان هو تحذير منه عن الإخلال بالتوازن الذي ارتضاه وقدره تبارك وتعالى من كون كله تفاؤلا وعلاقات بين العناصر وتركيبها ولونها وحجمها وحركتها في نفس الوقت الذي هدى بدقة مطلقة كل جزيء وكل ذرة فيه لوظيفتها. ولأن الخالق عز وجل قد حذر من الإخلال بالميزان ولأن حقيقة المسلمين هي في كونهم الخلفاء والأمناء على الأرض ولأنه لم تمن الإسلام من سعى لكي نعيش سلام عام عليها
فنحن ملزمون إذا وبشكل قاطع وبأدق صورة علمية تقنية أن نعرف ما هو الميزان الذي يجب أن لا نطغى فيه وما هو الطغيان في الميزان. إنما وحسب الآية الكريمة الذي بين في الميزان إذا نحن موجودين في موقع ما منه أو من العناصر المقارنة له، أي أن الكون الذي نقع فيه هو الميزان الذي تمثل محصلة توازن مكوناته المادية المرئية المحسية وغير المحسية حقيقة العلم المادي كله. لكل هذه المحصلة واحتياجاتها تحيط بوجودنا وحركتنا وفكرنا وعملنا إحاطة كاملة، ولأن هذه العلاقة تبادلية شاملة لكل الأبعاد فإنها تبدأ من ما دون الذرة وتمتد تشمل أثر النجوم والكواكب والجاذبية والهواء والإشعاعات والرضا والغضب والمال والقتال والصرام. إذا فالفرق بين معرفتنا العلمية الدقيقة لهذه العناصر ومنتجاتها أو جهلنا بها يقود إلى إدراكنا أو عدم إدراكنا فيما إذا كنا طاغين في الميزان أو أننا نتحرك بتوازن معروف. ومن هنا تأتي إلزامية المعرفة التقنية الحقيقية ونبذ الظن تأهبا للامتثال لأمر الله جل جلاله. والفرق بين العالم المؤمن بالله في سعيه وعمله العلمي الذي تقوده ثقته إلى المستوى المستنير والإقرار الخالص المتنع لوحدانية الود وصفاته تعالت وتردت، والباحث النفعي غير المؤمن الذي يسعى في عمله وعمله لإيجاد الإمكانيات الكامنة في جزيئية الكون واستغلالها إلى درجة الطغيان مثل ابتزاز طاقة الإشعاع في اليورانيوم لإخلاء الحرب والنفس والإخلال بتوازن الميزان أي الكون، ويغطي أو يكسر بتوازن أهمية أو يكسر بتوازن أهمية ذلك الإشعاع مع نجم الكون. هو الفرق بين الإيمان والكفر بأوامر من حذر من الطغيان هو الخالق جل وعلا. إذن الإسلام هو الدافع والمحرك الأعظم للعلم والمعرفة والتجريب والاستنتاج والإنتاج المتوازن مع الكون، وهذا ما يدعونا إلى تغيير كامل في منهج فكرنا وطير اتباعنا وإعجابنا بالمنهج الغربي الاستغلالي الاتجاهي ودعوتنا لذاتنا إلى بناء وارتقاء علمي قائم على أدق صور الفهم للميزان الذي ذكره رب السماوات والأرض حتى نصل إلى مستوى الإيمان والإسلام. وأرجو أن تصحح نيتي بما قلت قد حتى أن الصواب فيما أراه. وشكرا لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك استاذ. الحقيقه تخصيصا لهذا الموضوع اعتقد ايضا سياتي ان شاء الله في قصه سيدنا الشعيب عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، بان اساس العقوبه التي لحقتهم كان اخلالا في هذا الميزان، ولعل فضيله الشيخ ان شاء الله سيوصي هذا الامر بحثا في موضعه من قصه سيدنا ابراهيم وموضعه من قصه سيدنا الشعيب، وما تفضلت به حقيقة أي الصواب، خاصة أنك قد ربطت الإخلال بالميزان بما يجري اليوم من العبث بهذه البيئة وبالكون العامة، فلك كل شكر وكل تقدير. الكلام الذي قيل الذي قال صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم وكذلك نور إبراهيم لكل السماوات والأرض، بعض التفسير غير كيف يعني الناس قالوا بأن هو عبد يعني عبد الكوكب بعد عبد الله. سيدنا إبراهيم كما قلنا أعطاه الله عقلا رشيدا، فبما يسمى كما كان من غاصم في حراء يسمى عشرات يعني حوالي 20 عاما يتأمل. فسيدنا إبراهيم بالضبط كان يتأمل ليل نهار بالطبيعة، والطبيعة القرآن كان يقول أن المجال والمناخ والمختبر للتوحيد الطبيعة التأمل في السماوات لا ذكر القرآن الكريم ترى عجبا يا أخي رب العالمين سبحانه وتعالى يعني يحير بنا أن نقرأ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وما معرضون وكذلك من الله ملكوت السماوات والأرض. الملكوت رأسه بملك الملكوت الملك على المشاهدة، كل شيء تريته من السماوات وعرض هذا ملك الملكوت ما وراء المشاهدة الملك الله مما لا يدركه أنا وأنت، قد يدركه الأنبياء بما يريهم الله قال هذا ما يريه فرب العالمين أراه شيء كما كان موسى صلى الله عليه وسلم المعراج ما لا يكون تراه أنت ولا أنا، فلهذا قال ملكوت السماوات والأرض كما نعرف يعني المبالغة من الرحمن الرحيم ما يريهم من آياته لا يزال هكذا. وبالتالي ما خلق السماء والأرض ما بينهما باطلا، وربنا بنمشي على طول يقول ويل لمن قرأ الأواخر من آل عمران ثم لم يتفكر بها، فالتفكر عبادة، إن في خلق السماوات والأرض ها واختلاف الليل والنهار لآيات
هو الباب الذي ذكرنا في خلق الأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. إذن التعرض في السماوات والأرض هو أساس التوحيد، ثم ما يفعل هذا؟ هذا بعد الجاعة سفن والطبيعة العجيبة هذه، هذا الشمس والقمر وأثرها على الحياة وأثرها بالبيئة بهذا التأمل الهائل، فأنا قال من الذي يمكن يكون إله هذا النجم؟ لا أعلم مكان السخرة به. فلما أفر قال أحبنا فيه كيف يأفر إله؟ ثم رأى القمر بازغة قال هذا ربي، يعني هل يحسن أن يكون هذا ربي؟ أفترض أن هذا ما كيف أحكم عليه؟ الشك هو منهج، الشك يوصل لم يقين. فلهذا رب العالمين بهذا العطاء لسيدنا إبراهيم أراد أن يوصله لم يقين. هذا منهج الثاني من التجريب، لما سيأتي بعد قليل عندما جاءت النبوة الرسالة قال أنا وين أروح؟ قال أنا أقضي على هذا النبي يريد أنا بالطاغية وسيقتلني. قال إذا قتلك ألا أحييك؟ قالوا كيف يحيي؟ قالوا لا أنا ما أفهم هذا. قالوا قل ربك كيف سيحيي؟ كيف يحيي الموتى؟ يذبح حقه وحساب، ها؟ يعني أنا يصل إلى 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 قوم بهذا العظمة وهذا الجبروت وهذا التوان فيخلع نفسه، فيبنون يعني شكرا على حلعي فعاد قد قلوا بعد التوان كما سيأتي بعده. هذا كله ليس فقط لكي يوصل سيد إبراهيم إلى يقين يقين من كما ما أدراك إما علم اليقين أو عين اليقين أو حق اليقين. سيدنا إبراهيم يعلم أن الله عليك هو قال أعلم أن الله عليك كل شيء قدير على علم اليقين، بعد ذلك يشوف بعينه بل هو زرع. سيدنا إبراهيم اتقى من علم اليقين لما قال أعلم أن الله عليك كل شيء قدير، زين؟ وبعد ذلك شاهد بعينه طير، هالطير ديك ونسر وغراب ومجموعة قطعها قطع صغيرة 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 وخلبها وقطعها وعلى كل جبل وحدة وقرقها كن فيكون كن فيكون بدون زمن. لقد بنى كاف نون، نعم، لا اذا قال كاف نون هم احنا زمن قلت والله ما بيا زمن اسمع على هذا شكر عليه. قال لي اذا من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، قال كلمح البشر هو اقرب الدنيا زمن على هذا فهمي جزء من مليار جزء ثانية، هذا ما هو ولا جزء. الله فسيدنا إبراهيم رأى هذا عين اليقين، بعدين هو لما صار بالناس الحق اليقين فصار خلقاً بالرحمن وقليلاً. أما أن عبد الكذا وبعد أن تكلم تقول بأن عازر هو أبوه وعازر مشرك تبرع منه مصحيح؟ نعم. فلما أعلمه عجولة تبرع منه، إذا تبرع منه كيف آخر أنا يدعينه يغفر لي ولوالديه وللمؤمن والمؤمنات؟ إذا هو كان يدعو لأبيه الحقيقي أيوة. الذي مات قبل أن تأتيه الرسالة. نعم. نعم. وأبوه كان موحدا. لماذا؟ لو لم يكن واحدا يتناقل مع قوله تعالى هو النبي على محمد صلى الله عليه وسلم، هو النبي يراك حين تقوم وتقلبك للساجدين. النبي صلى الله عليه وسلم ما ولده الا واحد من ادم الى سيدنا محمد الى عبد الله. ولهذا يعني ان قل الله تبعناك بظهور الاباء ما يدني بغير ما يسمو سفاح ما يدني الا واحد هكذا. فهذا ما رأى القمر بازغ أخي عاد قال هذا النتيجة يا قوم إني بإني وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض هل هذا على المشركين؟ وهذا المنهج الشك الذي يؤدي إلى اليقين المنهج التجريبي هو الذي آلت إليه الفلاسفة إلى كلها من اختراعات. نعم. تطبق هذا المنهج على المنهج ولقد أتينا إبراهيم المنهج. الإمام الغزالي استطاع بهذا المنهج أن يرد على الفلاسفة في عصرها الذين كانوا مسيطرين على هذه الدنيا. إذا بدأت المواجهة قبل أن تأتيه الرسالة عقليا هي رفض. أما الرابة لما تعبد ما لا هذه بالحوار مع يا أبتي سيدنا إبراهيم مضى أصول الدعوة. أول عليك أن تتألف المضى برفق. أنت تدعو واحد اشتهى الشر باطل ثم اعتاده ثم تمكن منه استشير عليه في القياء أبتي كلمة أبتي أين أنه عمي لكن يقولها تحديد ما قال يا أبي ولا يا عمي ما قال يا أبي قال يا أبي يا أبي التأنيف يعني أنت تجمع خصائص الأبي والأم الله التأنيف ما يا أبتي
فكانت انت مخلع على بعض انت واحد لما قل يا عبي انت ابي هذه امي نعم لما قلت يا عبي يا عبس يعني انت فيك اجتمعت حنان الام وبعظمة الاب يا سلام قلب الام يا عبس لما تعبد ما لا يسمع ولا عقلانين نعم. بعدين قل لي يذهبه للشفقة قل لي والله انا اخاف انا مسك على ابو الرحمن تكون الشيطان وليا نتبع الشيطان يا بسيط جاي من الام هذا الرقة الهالة وبعدين فهذا الفعل حريف اراغم انت على هذه يا ابراهيم لأن لم تنتهي بأرجو منك لأن الرجل كان هذا هو سلاح الناس منه من نوح إلى سيدنا إبراهيم سيدنا نوح لأن لم تنتهي يا نوح تكون منا برجيني وزبعت على الكهف إنهم يمر عليكم يرجوكم أمي فإن رجل كان صاح على ودني ولهذا أخي الكريم سيدنا إبراهيم دمع بالدعوة إلى التوحيد قبل أن تأتيه الرسالة ونكسر الأصنام على اسم مصار نبي فهذا قال سمعنا ستن وليد يمكن يقاله إبراهيم بعد كل هذا لما ترجع عن أبوه عن أبوه عنه وخال خالي السور نعم تعبان بالضبط الشرم لما صلى الله جاء من الطائف يا أخي الأيضا قارن بي الحاكم ليس صلى الله عليه وسلم هذا سبب تنتجه مسابقة في كل شيء حتى في شكل في شكل نزل قائل أسلح إبراهيم الله وحتى في الشكل يعني ومن هذا أخي الكريم سيدنا إبراهيم عاد لما ترجع أبوه خالي السور خالي المدينة غضى غضوة شاف وجه جميل كالقمر هو نعم اللي بيعلم هو وجه جميل كالقمر وبعدين قال له يحكي معاه فخاف فزع شيخه فزعا وعلى قدام أمامه ونسل براءة في الرؤية وعلى شوف نفق تهيئة تهيئة فيقول لك قال لي حاجة بس إساءة بإيده تعالى يا إبراهيم قال أتعرف اسمي قال أعرف أنا اسمك قال إلا أنت ربي قال أنا جبريل قال ما جميل قال رسول الله إليك أنت رسول الله كذا 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 وبعد عاد قال أنا شلون هذا راح يذهب إلى جمرود يقول لي أنت لست إلها وعليك أن تعبد الله سبحانه وتعالى وأعطى معنا بعض المعلومات يقول هذا اسمع أنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو ذر يقول قال له ما هي شعب إبراهيم أول آية شعب إبراهيم أيها الملك المسلط إنما بعثتك لكذب بعثتك لكي تكف عني دعوة المظلوم فإني بعد الظهر من الكافر هذا أول أشعة سيدنا سيدنا إبراهيم قال زعب كيف قابل هذه المملكة العظيمة هذه وهذا قاتل وهذا مليم قال إذا قتلت سوف تحيا يهز الله قال له كيف قال له أنت قال عنه قال أتقل رب أيني قال ربي أرمي كيف تحيي ما قال يا ربي تحيي ما تحيي هو مؤمن فلا توكل فلا توكل يمسى كل عمامة فحقه شاب له القاب الملك جبار قاتل فلا يسمع على المستقبل كيف عرض له عيالي وفعل العمل لما شاف العملية ما أحد كان الجانب ولا زائل دي القوة في النار والعمل مع جبريل وهو يوقع في النار بعد آخر شيء قال لي جبريل قال لي سيد أبراهيم يوقع أساسا ما قال لي جبريل سيد أبراهيم ده منع فهو لأن يبرينا نجنك من شدة الحرارة متى يقول يا إبراهيم لك حاجة قال لي الله أما إليك فلا الله الله تشوفوا أما إليه إلى يبدي فهو أعلم بحاجة هو سيزين مطمئن مطمئن لهذا يا نار كوني بابا كوني قبل نصف ده مكاف يمنون لا في زمن فسيدنا إبراهيم حين أدل من هنا بدأت رسالة سيدنا إبراهيم وتوجه النمرود وهذا ما سوف نتكلم عنه إن شاء الله من قبل الرسالة في الحلقة الثانية اللي حناخذ فيها رسالة سيدنا إبراهيم وماذا قاله إلى أن ترك العراق وأراد أن يدعو الله عليهم فمنعه الله من هذا عذاب جبريل وقال يدعو الله عليهم فذهب سيدنا إبراهيم ترك العراق وهو ليس غاضبا عليهم لأن الله سبحانه وتعالى نهاه عن أن يدعو عليه لأنه خير الرحمن وجوال عالم أن في هذا البلد خير وفعلا في التاريخ الإنساني العراق دفع الناس هذا عن سيدنا إبراهيم إنما معنى التصريف البسيطة أن سيدنا يعني إبراهيم الله قال عنه قال إن من شيعته لإبراهيم ابجاء ربه بقلب سليم كما كان رجع صلم كما أن المصطفى منذ أن ولد إلى أن مات خمين مات إلى أن بعث لم يسجد لسلم سيدنا إبراهيم منذ أن ولد إلى أن بعث لم يسجد ولم يؤمن بسلم وهذا علامة الرشد علامة الرشد أيضا رعاية هائلة من هذا الارتباط بين سلعة سيدنا إبراهيم سلعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قائل ولذلك الشر الدين الوحيد الذي حافظ على وحدانية سيدنا إبراهيم هو الإسلام
المسيحية انحرفت واليهودية انحرفت وكل أنبياء بني إسرائيل جاءوا بالتوحيد الشريعة مع الناس حتى انتهى الأمر. فاسم بني إسرائيل لسه طلعوا من بحر ها فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إله كما لهم فبعد بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله من النوم المسلمين من جاء المصطفى إلى اليوم ما ارتد منهم أحد إذا أصدق أحد من قال لن تشرك والذي بعدي نعم معنا سيد الفاضل الأخ زياد من سوريا تفضل سيد زياد السلام عليكم عليكم السلام سيد زياد شكرا دكتور نجيب حركي يا الله حوالك الله يحميك شكرا عزيزيك تسلم بالدين يعني ما تحديت أتكلم عليك أحبكم في الله يعني أنت والشيخ أحبكم في الله الله يحميك الله يحميك الله الآن بسؤال في زاوية تاني مرة تقلبك في التاجدين لا يعني اني اذر مو ابو لابو عليه السلام كيف هو ابو هذا مش ابو قطعا هذا مش ابو ابو سارة واحد من الرسول صلى الله عليه وسلم الى ادم نعم فيلم واحد شكرا لك فحياك الله عليك شكرا لك يا شيخ رسيك سلام عليك وحبك الله يعني الله يعني الله يوفقك الله يوفقك عمين ان شاء الله شكرا السلام عليكم ورحمة الله فيك عليكم السلام سياس سيدنا إبراهيم لما كان من البداية من شب من كان حتى مع السنة يسخر منهم ما قال شوف في أحد ما يقولهم يعني بسم الله الرحيم قال وقد ما تعبدون مرقل ما لا تعبدون دخل القرآن فيقول ما تعبدون يقول ما لا تعبدون ما تعبدون أنت عبدون خالق أنا مخلوق أنت محيي أم جنكون أن يعبدون أبدا لما قال ما لا من هو معبودكم شوف دقة القرآن الكريم بها حرف والشعرة في آية يقول قال لي قال ما تعبدون من دون ما تعبدون فقال ماذا تعبدون شوف خريطة قال ما تعبدون أنتم يحملون ومشركون ما من عبادكم توحيد أو شرك ماذا تعبدون من هو لك فقال نعبد أصناما فضل لها عاكفين فعد ما يسخر منهم قال خير هل اسمعوا لكم تدعون فالصوراب ينزع معهم قال يا جسر يا بحق ما تم اللاعبين تنزع قال الله برب السماوات والارض رب فطرهن وعزاكم الشاهدين فتالله جاكد الى اسلامكم بعد طول المدبرين الله اكبر ثم بعد ان طرد بالتفخاصة مع ابي تعمل طرد وجاءت رسالة ترجع مرحلة جديدة والصراع مع النمرود ثم بعد حق هاجر من قال من هذا يا ربي هاجر من العراق الى مكة الى فلسطين الى مصر نعم ان شاء الله في حلقات الحلقة تتلينا هذه المراحل القادمة علما ان هذه الحلقة على وجه الخصوص لان الموضوع كان يعني متواصل لم استطع ان اقطع عليك على الرغم من كثرة المداخلات والاسئلة والمكالمات انقصف برجو ان قلل المداخلات حتى لا بأس التفكير نعم فإن شاء الله يوم الخميس القادم للجمعة علما ان الإعادة سيكون بإذن الله صباح الجمعة وصباح السبت وصباح الاثنين الساعة السابعة والربع بمشيئة الله تعالى صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة نشكركم ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه السلسلة الجديدة الجميلة من القصص القرآني وعلى رأسها قصص سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا ألف صلاة وسلام نشكركم لمتابعتكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.